اهلا بكم. الامومه والابوه شيء عظيم. كل جسمنا بيتناقص، كل خلايا الجسم بتقل مع الزمن. مخك حجمه بيقل، عشان تبقوا عارفين عدد الخلايا المخيه بيقل، العضلات بتقل، عدد الحيوات المنويه بيقل. لكن من اكتر الحاجات اللي بتقل بشكل دراماتيكي البويضات. الأرقام غريبة ومخيفة، مش مخيفة يعني تقلقك من شيء، لكن هي دي سنة الحياة. هتستغربوا لما أقول لكم أنه في سن البلوغ عدد البويضات في الست بيتراوح ما بين 300,000 ل 500,000، 300,000 ل 500,000، نص مليون. رصيدها في سن البلوغ بيبقى نص مليون، وبيبقى أكتر من كده بكتير ساعة الولادة. ده هو ساعة البلوغ، خلينا بس نحسب من ساعة البلوغ. طيب، في حوالي سن 37 سنة يوصل ل 25,000 بويضة. ده البلوغ ده سن 15-16. من 15-16 ل 35-37، من 500,000 ما يبقوش حتى 100,000، ده 25,000. عند سن 51 سنة في عمر الست البويضات اللي تبقى موجودة حوالي 1000 بويضة بس، وممكن أقل. يعني شيء في منتهى الاستغراب، من 500,000 ل1000. ده لو أنا قلت لك مين الخلايا أو مين الشيء اللي في الجسم بيتبخر بجد، تقول لي البويضة أول حاجة تخطر في بالك. تعال نفهم أكتر وأكتر، خصوصا النهاردة عندنا موضوع مثير جدا على المستوى العلمي، وأنا عايز أفهمه أكتر منكم. يعني موضوع اسمه كيس أو متلازمة البويضات الفارغة، متلازمة البويضات الفارغة. ده مقلب، ده مقلب عنوانه كده، مقلب لأي حد مش مركز في السونار كويس. تعالوا نفهم النهاردة هذا الكلام المهم جدا في عالم تأخر الإنجاب مع ضيفي العزيز، واحد من ميجا ستارز عالم النساء والتوليد ومن المبدعين في هذا المجال، الأستاذ الدكتور محمد فرج الشربيني، أستاذ أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب، الأستاذ بكلية الطب واستشاري الحقل المجاري وعلاج تأخر الإنجاب وجراحات المناظير والتجميل النسائي، وعضو المشارك بالكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد الإنجليزية. أهلا بك يا دكتور محمد، منورنا وسعيد جدا بهذه الزيارة العظيمة في الدكتور. اهلا بحضرتك دكتور ايمن، انا اسعد طبعا ان ابقى مع حضرتك. الله يبارك فيك. لا عايزك تعلق لي على البويضات، هذه هي بتتصرف تصرف نسوي جبار، تبدا بمحبه شديده وبعدين بعد كده المحبه دي بتروح. تمام. حضرتك الكلام اللي قلته ده كلام علمي احنا بنسميه ريكروتمنت، يعني ضمور في البويضات تدريجي. يعني الطفله وهي لسه جنين في بطن والدتها بتبقى عندها عدد البويضات حوالي 5 ل 6 مليون. عند الولاده بيوصل لغايه 1 ل 2 مليون. عند البلوغ زي ما حضرتك قلت ممكن يبقى حوالي نص مليون او 300,000 برضه يوصل للموضوع دوت. القصه كلها ان احنا عندنا البويضات كل شهر في فقد متواصل للبويضات، البويضات تبدا تنمو وتمشي في مرحله معينه لغايه لما يحصل لها ضمور، وهكذا سايكلز شغاله على طول ما بتوقفش خالص، ومفيش اي حاجه توقفها. يعني للاسف بعض الناس فاكرين ان ما ياخدوا حقن منع الحمل هتوقف السايكل ديت وهتحافظ على البويضات، ده كلام مش مظبوط. الحمل نفسه مش هيوقف الموضوع ده، لا هيفضل برضه في فقد في البويضات. كل اللي موجود حتى الحقن بتاع اي وسيله اي حاجه انها توقف فقد البويضات ما فيش خالص. الحاجه الوحيده بس اللي توقف فقد البويضات دوت اللي هي بدات كلام جديد قوي بيتعمل، ان هو بيتاخد الكورتكس او الجزء من المبيض يتاخد جراحيا ويتجمد بره ونسيبه متجمد زي ما هو، بيفضل البويضات فيه بالعمر اللي احنا خدناه من الست دي. يعني لو خدناه من الست دي وهي عندها 20 سنه هيفضل بعمر 20 سنه، نيجي نزرعه لها وهي عندها 40 50 سنه هيطلع الهرمونات البويضات بنفس سن 20 سنه زي ما خدناه وجمدناه. دي الوسيله الوحيده اللي توقف الريكروتمنت اللي هو ضمور البويضات المتواصل، وده على طول مفيش حاجه بتوقفه، لان الكل فاكر ان ممكن الحمل حبوب منع الحمل، مفيش، هو دي على طول سايكل شغاله 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 لغايه لما يخلص اللي هي المخزون بتاع السيارة. فكره تجريبيه لكن تطبيقها طبعا مش لسه ما جداش نتائج. اللي هو الكورتكس بدا يتطبق برضه، بدأ يعني المستقبل العلمي فيها مباشر. يعني بدا. تمام. لماذا اولا المقصود به كيس البويض او متلازمه البويضات الفارغه؟ عايزين نفهم المقصود بهذا المعنى. ثانيا وسؤال برضه مهم قوي، حضرتك لماذا اخترت هذا الموضوع نتكلم فيه؟
تمام. هو احنا عندنا دلوقتي دكتور ايمن الحقن المجهري كتر قوي والحمد لله يعني، وبقت نتائجه حلوه، وبرضه كل ما حاجه بتزيد كل ما يبدا يبان حاجات كانت نسبتها صغيره بقت تكبر ويحصل ماجنيفيكيشن ليها وتظهر اكتر. يعني احنا دلوقتي الحقن المجهري زاد قوي نتيجه بقى التقدم الطبي بتاعه، نتيجه برضه بعض الاحوال بقى، يعني مثلا سيده جوزها مسافر جاي فتره معينه حالات اجتماعيه عاوز تعمل تحديد جنس مولود، فبقى نسبه كبيره جدا جدا حكايه الحقن المجهري بيتعمل. ففي حاجه اسمه كابوس اسمه البويضات الفارغه، الكابوس ده كابوس مشكله جدا الدكتور وللمريضه كمان، يعني الدكتور ما بيتفاجئ بيه بيبقى محبط جدا جدا، والمريضه طبعا خدت علاج وضغط نفسي وحقن كتير وماديا، وفي الاخر يطلع بويضات فاضيه. البويضات الفاضيه دي بس عشان نفرقها بينها وبين حاجه ثانيه دكتور ايمن برضه العينين بيتلخبطوا فيها، او ما بيجوا يوصفوها بيوصفوها غلط. يعني تقول لك انا خدت حقن حقن مجهري والدكتور قبل ما يسحب بويضات قال لا البويضات ايه مش صالحه خلاص مش هنسحب حاجه، لا دي مالهاش علاقه خالص بالقصه بتاعتنا دي، ما فيش بويضات اتكونت اساسا. نبع عمليه اللي هي البويضات الفارغه دي يعني ايه؟ السيده خدت حقن الحقن المجهري وتابعت التبويض، البويضات كويسه جدا، عددها كويس، حجمها كويس، في المبيضين موجوده وكويسه قوي. عمل تحليل هرمونات اللي احنا بنعمله الاي 2 والبروجسترون والال اتش كله ماشي مظبوط زي الكتاب ما قال. دخلنا نسحب البويضات. جينا سحبنا البويضات لقيناها فاضيه. كل ما نسحب بويضه فاضيه، سحبنا للسيده البويضات يمين مبيض يمين مبيض شمال وعدد بويضات كويس موجود واتسحبت، دكتور بيسحب بخبره كويسه جدا يعني بيسحب صح، ما فيش مثلا نسبه خطا، المعمل نفسه اللي موجود معمل كويس، الدكتور في المعمل قاعد كويس، يعني ما فيش احتماليه ان في بويضات موجوده وهو ما شافهاش، الجهاز اللي بيسحب بيه السونار اللي بيسحب بيه، يعني السيده دي خدت كل البروتوكول المظبوط بتاعها، طلع بويضات بالسونار شايفينها حلو، عندنا برضو الهرمونات كلها مظبوطه، يعني ما فيش اي احتماليه ان احنا نخش وفي بالنا ان هيطلع بويضات فاضيه. للاسف هي بقى فشل ان احنا نسحب بويضات في السيده دي، ده بنسميه متلازمه البويضات الفارغه، اللي هي السيده تقول انا دخلت سحبت البويضات والدكتور قال ده البويضات فاضيه كلها. دي طبعا كابوس، كابوس كبير، لان حاجه هي داخله خلاص الحمد لله عندها بويضات حلوه جدا، الدكتور داخل برضه مطمن شايف البويضات شايف التحاليل، خلاص انا هسحب بويضات وهتطلع كويسه جدا. اتسحب البويضات اتفاجئ ان مفيش ولا بويضه موجوده برغم عدد 20 بويضه مثلا سحبهم او حاجه، فيهمش ولا بويضه اتسحبت. طب يعني ايه اللي حصل؟ حضرتك what happened؟ تمام حضرتك، هو الاول في حاجه بالنسبه للاسم اللي هو ايه متلازمه البويضات الفارغه، هي طبيا هو ميس نيم، يعني مش اسم مظبوط او مش دقيق قوي يا دكتور ايمن، لان المفروض احنا دلوقتي ادينا علاج وبدا يحصل بويضات وحويصلات طلعت والمبيض بقى فيه بويضات، فور شور في بويضات موجوده في المبيض، بس هي الفكره احنا فشلنا ان احنا نسحب البويضات ديك، فهو الاسم العلمي بس هو خلاص جرى العرف ان هو بتسمى بهذا الاسم العلمي، انما ده ميس نيم مش اسم دقيق بالنسبه للوصف بتاعنا، لان اوريدي في بويضات هي مش فاضيه، بس احنا فشلنا ان احنا نسحب البويضه منها. يعني نقول عليها متلازمه الكيس الفارغ؟ لا هي اسمها طبيا امتي فوليكل، فخلاص هي انما هو حتى في المؤتمرات العلميه وكلام بيتقال عليها برضو امتي فوليكل. ميس نيم هو برضو مش معروف، مش كيس هو اللي احنا سحبنا منه غلط. لا هي الحويصله فيها بويضه بس احنا فشلنا ان احنا نسحب بويضه بكل الطرق اللي بنعملها، يعني عملنا فلاش، فلاش يعني ايه؟ بنحقن سائل جوه البويضه، يعني عندنا حويصله سائل ونشفطه ونحقن سائل ونشفطه تاني كذا مره عشان تطلع البويضه ما بتطلعش. فكده خلاص يبقى دي بنسميها متلازمه الايه؟ البويضات الفارغه، ودي طبعا كابوس، الست داخله والدكتور داخل يتفاجئ ما فيش، هيطلع يقول لها ما فيش هنعمل ايه؟ فدي طبعا مشكله ليها انواع، يعني احنا عندنا في نوع اللي هو الترو او الجينيون امتي فوليكلز، وفي عندنا فولس اللي هو الايه الكاذب، وفي عندنا حاجه اسمها بوردر لاين امتي فوليكلز، عندنا في ثلاث انواع دول مختلفين تماما عن بعض. الترو اللي هو الحقيقي وعندنا الفولس، الفرق بينهم ايه؟ احنا المفروض السيده ديك لما بنيجي نعمل حقن مجهري بعد ما خدنا المنشطات وطلعنا بويضات كويسه جدا بنبدا ندي اللي هي التريجرنج اللي هي الحقنه اللي هي بتخلي البويضه تنضج وتكمل الانقسام الميوزي بتاعها عشان تنزل وتبقى ايه بويضه صالحه للاخصاب. بتاخد الحقنه ديك بنيجي بقى احنا بنحلل الحقنه دي في الدم، هل الحقنه دي وصلت للبويضه عشان كده بدات تنقسم ولا ما وصلتش؟ بنشوف لو لقينا ال HCG اللي هي الحقنه اللي احنا بنقول عليها اللي خدناها ديك في الدم حللناها مش موجوده،
يبقى احنا عندنا دوت فولس، لان هي اوريدي ما وصلتش للبويضه، مش موجوده ليها اسباب وهنقولها كلها دلوقتي. انما احنا بنفرق بين فولس وترو بالاتش سي جي، التحليل بتاعه بنحلل هرمون الاتش سي جي اللي احنا اللي هو هيومن كورينو جونادوتروبين اللي احنا اديناه. لو موجود اللي هو بتاع الحقنه التفجيريه، بتاع الحقنه التفجيريه موجود وبنسبه عاليه جدا وكويس اللي هي النسبه الطبيعيه بتاعته، وما حصلش ان البويضه خرجت وسحبنا وما فيش، لا ده يبقى ترو، يبقى فعلا احنا خدناه وصل للبويضه وللاسف البويضه مع حصلش انقسام وما عرفناش نجيبها. فده يبقى ترو، ده حقيقي فعلا، وغالبا ده موست بيبقى جينيتكس غالبا. انما الفولس، الفولس ان احنا بنلاقي الاتش سي جي دوت بنحلله الطبيعي، هم قالوا ان في ليفل اللي هو اكتر من 100 ملي انترناشونال يونت بير ملي ليتر، ده النسبه الطبيعيه. بنيجي نحلله في السيرم ده المفروض ان هو يبقى اعلى من كده، ده خلاص يبقى مظبوط. ولو جينا نسحب البويضات وهو طالع ان هو اقل من 100، وفي بعض الميديكال سورسز برضو قال ممكن اقل من 40 ملي انترناشونال يونت بير ملي ليتر، لما هنلاقيه قليل وجينا نسحب والنسبه بتاعته قليله يبقى ده بنسميه فولس، يعني ده غير حقيقي. يعني احنا متلازمه ديك يبقى في ديفكت حصل، ان الهرمون اللي احنا اديناه دوت عشان يعمل نضوج للبويض عشان نقدر نسحبها اللي هي بنسميها الحقنه التفجيريه للاسف ما وصلش للبويضه. يبقى احنا البويضه ما وصلش ليه؟ اسبابه كتير هنقولها دلوقتي كلها بقى. ما وصلش، ما هي دي بقى احنا اديت حقنه للست. احنا بنفرق بقى بين الترو والفولس. اول حاجه ان احنا بنشوف الاتش سي جي، تمام. الاتش سي جي دوت موجود، يبقى موجود المفروض وصل البويضه وما سحبناش، يبقى ده ترو، ده حقيقي. فولس ان هو مش موجود او نسبته قليله جدا، خلاص يبقى ده المفروض ان هو يتاخد مظبوط. يبقى احنا الست ديك احنا ظلمناها وقلنا عليها انها متلازمه فارغه، وهي كان في خطا حصل ان هو ما وصلش. المساله اشبه، بديكوا بس مثال عشان بس تفهموا المساله، عامله زي ما حضرتك يكون عندك مثلا راجل بتشتغل في حته، فبعت الواد الصبي بتاعك بجد يروح يجيب لك اكل بالبيت، هينادي على روح يا ابني نادي على الحاجه قول لها ابعتي الاكل مع الايه مع الواد. الواد راح وبعدين رجع لك بايه؟ قال لك ده ما فيش حد اداني اكل، فارغه الدنيا خلاص. الدنيا فارغه اهي، في كاميرا بتصور، انت رحت جايب الكاميرا بتاعت البيت اللي مصوره قدام البيت، لقيت الواد جه نادى فعلا حد بص وما عبروش. لا يبقى الواد مش كذاب، انا اديت الواد التفجيري ده، الواد بعته وجبت الكاميرا شفته قدام الكاميرا، لكن لو جبت الكاميرا ما لقيتش اساسا واد، يبقى الواد ايه بيشتغل، يبقى الواد كذاب، يبقى ده فولس بقى، ده الواد ده كاذب انه لم يصل الى هدفه اللي المفروض يروح. ضربت مثل وضح الصوره خالص، يغني عن اي كلام. لا يا باشا لا، عشان بس يعني الحته دي اصلا جميله قوي وحته مهمه، احنا ماشيين معاك حته بحته. تمام، احنا كده فهمنا الفرق بين ايه الحقيقي واللي مفيش مستوى ده. هنيجي بقى في حاجه اسمها بوردر لاين اللي هو بين البنين، يعني ايه هو ولا هو فولس ولا هو حقيقي. ده بيحصل في حالات ايه؟ حالات ان احنا السيده عندها بويضات كويسه جدا جدا وخدنا الحقنه وسحبنا البويضات، اتسحب وطلع معانا بويضات بس كل البويضات غير ناضجه. يعني احنا عندنا مثلا 20 فوليكل سحبناهم كلهم غير ناضجه، ما فيش ولا بويضه وصلت للنضوج. احنا المفروض البويضات لما بنسحبها في المعمل بنبص عليها بالميكروسكوب، بنقسمها في الام 2 اللي هي الماتيور فوليكل اللي هي البويضه الناضجه اللي احنا ممكن نعمل معاها الحقن المجهري، دي بتوقف عند الميتافيز 2 في الايه في الديفيجن بتاع الميوزيس اللي هي في الانقسام الميوزي. يعني دي اللي هي الام 2 دي اللي هي البويضه الصالحه للاخصاب اللي هي المفروض انها تطلع يا دكتور ايمن مع الحقن المجهري. لكن اما نلاقي بقى كله ام 1 او جيرمينال فيزيكال، ام 1 ديك عباره عن بويضه بس وقف الانقسام بتاعها ما كملش غير صالحه للحقن المجهري، او جيرمينال فيزيكال دي في الاول خالص ما حصلش انقسام. فما نيجي نسحب نلاقي كل البويضات كل البويضه ما فيش ولا واحده ناضجه، ده بنسميه بوردر لاين امتي فوليكل سيندروم. يبقى احنا كده عرفنا ان في ثلاث انواع من الايه من الامتي فوليكل سيندروم، الترو اللي هو الحقيقي، وعندنا الفولس اللي هو الواهم او الخادع ده نتيجه ديفكت موجود وهنعرفه، او الثالثه اللي هي البوردر لاين اللي هو ان احنا سحبنا طلع بويضات بس كلها غير صالحه للحقن. دي اما السيده تخرج وتقول سحبوا البويضات وقالوا كلها غير صالحه للحقن، ده بوردر لاين امتي فوليكل سيندروم. تمام. ايه بقى يعني نكمل احنا دلوقتي قلنا الاحتمالات. بالنسبه بقى برغم ان هي نسبته قليله، ده الكلام بقى اللي كنت بقوله يا دكتور ايمن في الاول ان احنا الحقن المجهري زاد قوي. دي حاجه نسبتها يا دكتور ايمن من نص لغايه 3.5%، ده بالنسبه التروب الفولس بكله. في بعض الريسورس بيقول ان هي ممكن توصل لغايه 7%، من نص لغايه 7%. ده اما هم بيزودوا في بعض الحاجات مثلا ايه بيدخلوا فيها البور اوفيريان ريزيرف، بيدخلوا فيها البريماتور اوفيوليشن، بيدخلوا فيها حاجات فبيزيد النسبه معاهم. فاحنا النسبه بتاعتها
قليلة، الترون نسبته أقل من 1%. فإحنا النسبة القليلة دي بدأت تظهر ليه؟ لما حصل ماجنيفيكيشن، لما حصل حقن مجهري كتير قوي، فبالتالي ظهرت المشكلة دي وبقت ظاهرة وواضحة جدا. النسبة دي هي برضو عند بعض السيدات اللي هي حصل لها مرة امتي فوليكل سندروم هتحصل لها تاني بنسبة 20%، بس هي عندها احتمال 80% يطلع بعد كده بويضات حلوة بدون أي تغيير في أي حاجة وبدون أي علاج وبدون ناخد أي بركوشنز ولا أي حاجة، فحاجة مش وحشة. بس بقى في السيدات اللي هم فوق سن الأربعين سنة لما يحصل لها امتي فوليكل سندروم، يعني متلازمة الأكياس الفاضية أو البويضات الفارغة، نيجي نعمل لها تاني الحقن المجهري، هيبقى عندها نسبة من 50-60% إنها تطلع فاضية. فطبعا موضوع عامل السن ده دكتور أيمن ده اللي احنا دايما بنأكد عليه في كل حاجة، الستات ياخدوا بالهم ما ينسوش نفسهم، لأن عامل السن دوت حاجة خطرة جدا جدا، ما نضيعش الوقت الذهبي بتاعنا اللي احنا ممكن نحمل فيه بسهولة. يبقى احنا كده عرفنا النسبة بتاعتها قليلة، بس وضحت قوي لما زاد عدد حالات الحقن المجهري. بالنسبة النسبة ديك سواء في الفولس أو ترو ملهاش علاقة بالبروتوكول اللي احنا بنعمله، ملهاش علاقة بالـ HCG اللي احنا بناخده، ملهاش علاقة بأي حاجة خالص، هي موجودة بالنسبة يعني اللي بيستعمل لونج بروتوكول، شورت بروتوكول، أجنوس، أنتاجونوس، ألترا شورت، كله ملهاش علاقة بطريقة البروتوكول خالص. الأسباب؟ الأسباب دي مهمة اللي يخلي ست يحصل لها يعني الحكاية اللي احنا حكيناها دي. تمام، احنا عندنا الأسباب هنفرق بين حاجتين، الفولس والترو، اللي هو الحقيقي والغير حقيقي. الغير حقيقي طبعا كلها في معظمها أسباب بشرية. يعني احنا عندنا الغير حقيقي، أول حاجة احنا الفكرة كلها إن الـ HCG اللي هي الحقنة التريجرنج اللي هي التفجيرية ما وصلتش للبويضة. أول حاجة ممكن يكون البيشنت احنا كتبنا له الحقنة جاب حقنة غلط وخدها، ما خدش الحقنه اللي احنا كاتبينها، سواء بقى ديفكت منه الصيدلي اداله نوعين من الحقن هو خد دي قبل دي، فطبعا دي مشكله. تاني حاجه ممكن العيان لما بيجي ياخد الحقنه خد الحقنه بيبقى فيها ميه وبودره، راح واخد الميه بس واعتقد ان البودره مش شغاله او واخده. احنا بنقول بنتكلم كلمه بيشنت. تمام، مريضه خدت او الست يعني الست خدت الميه وما خدتش البودره، او جت خدت الميه والبودره مع بعض وجت تحقنهم جزء منها خرج بره، فقلت لك مش مشكله ما انا كنت واخد حقن التنشيط وكان بيقع منها جزء بره. انما الحقنه دي بالذات التركيز بتاعها مهم ومعادها مهم، فما ينفعش. فهي تقول لك طب ما انا كنت باخد كده والدنيا مشيت حلو فجزء طلع، طب دي مشكله برضه، يبقى احنا كده قللنا الجرعه. او بعض السيدات اللي هم بيبقوا بيز وعملوا عمليات وخسوا جامد وياخدها تحت الجلد، الجلد بيبقى ريدندنت، فبالتالي ما نيجي نديها ما بتوصلش كويس، الجلد بيبقى عنده ترهل. ترهل ما يوصلش للدم، فما بيوصلش. فكده برضه دي من العوامل اللي هي تخلي ان النسبه بتاعه الحقنه ما بتوصلش. برضه ممكن نقول ان احنا في بعض الاحيان الحفظ بتاع الحقنه نفسه مش مظبوط، يعني هي المفروض بيبقى لها درجه حراره معينه محفوظه فيها، العيانه خدتها ومشيت في الشمس فتره طويله، الثلاجه كانت الكهرباء قطعت ودرجه الحراره ما بقتش مظبوطه، فبالتالي يبقى احنا خدنا حاجه مش مظبوطه. فدي كلها عوامل خاصه بالعيانه نفسها انها تاخدها. او بالنسبه للتايمنج يا دكتور ايمن، يعني احنا بنقول للعيانه هتاخدي الحقنه الساعه كذا عشان نسحب بويضه 36 ساعه بالظبط تكون بنسحب او قبلها بساعه. العيانه اهملت او قالت لك ده انا هنام بدري، طب هاخد الحقنه بقى وايه وربنا يسهل، فعش. فلازم احنا بناكد على العيانه ونقول لها لازم الحقنه تتاخد في ميعاد ثابت. عشان كده دكتور ما تزعلش من العيانين بيقعدوا يصوروا العلاج ويبعتوا لنا على الواتس ويسالوا ويتصلوا بتاع، لا العيانه دي حريصه ولازم تعمل كده عشان ما تاخدش حاجه غلط. تجيب الحقنه وشكه فيها تقول لك طب انا هاخد البودره ولا الميه، لا العيانه لازم تبقى ان كونكشن مع الدكتور بتاعها، وما لازم تسال وتستفسر جدا، لان الحاجات دي بتضيع مجهود كبير جدا جدا ونخش في مشكله ملهاش لازم. احنا صرفنا فلوس وقت وضيعنا وبعدين ضغط نفسي، وفي الاخر يطلع عشان خطا بسيط ممكن يتصلح. فده مهم جدا جدا ان احنا ايه بناخد بالنا منه. بنيجي برضو لبعض الشركات، في بعض الباتشز بتاع الادويه بيبقى الكونسنتريشن بتاعها مش مظبوط قوي، فبالتالي دي برضو تركيز ما بيبقاش مظبوط. اكيوريت قوي. فعشان كده عيب تصنيع بقى. عيب تصنيع. دي برضو جزء شيء وارد طبعا، واحنا بناخد بالنا منها في الاحتياطات بتاعتنا. عشان كده مثلا ما بنيجي ندي الحقن مثلا ايه الاتش سي جي ممكن ندي بتاع شركتين مختلفتين، لو دي طلعت مش مظبوطه دي هتطلع مظبوطه، فايه برضو الى حد كبير بتساعد معانا. دي الحاجات اللي هي العوامل البشريه السهله اللي احنا نتكلم عليها. هنيجي بقى في اتنين عاملين تانيين، دول ما همش داخل البيشنت ولا حاجه، بس دي حاجات نادره قوي يا دكتور ايمن. يعني في بعض العيانين الجرعه بتاعه الاتش سي جي بتاعتهم
يعني احنا بندي عاده 10,000 وحده، دول ما بيستجيبوش ال 10,000، بيحتاجوا 20,000 وحده. دي بيبقى ايه؟ نتيجه عندها الميتابوليزم بتاعها عالي، بيحصل تكسير عالي، فهي طبيعه البويض عندها لازم تحتاج 20,000 وحده، فدي برضو من العوامل اللي هي تؤدي ان احنا نسحب بويضات ما نلاقيش. بنيجي برضو بالنسبه في حاجه ثانيه، في بعض العيانين احنا بنقول ان احنا بنسحب خلال 36 ساعه، يعني قبل 36 ساعه بايه؟ بساعه او حاجه. في بعض العيانين ما يحصلش ماتيوريشن غير على 40 ساعه. برضه دي حاجات individual variation، بس حاجات قليله جدا جدا. دي الاسباب اللي هي كلها بتاعت الفولس امتي فوليكل سندروم، اللي هو الكاذب او الخادع، اللي هو ايه؟ مش حقيقي يعني. طب الحقيقي بقى. الحقيقي بقى، الحقيقي يعني معناها انه الشركه مظبوطه، الدواء مظبوط، وصل للدم بكميته المظبوطه، عدينا كل العيوب دي، مفيش مشكله خالص في امتصاصه، اسناه لقيناه مظبوط في الدم. العيب بقى هنا مش فيا، ده العيب في اللي انا رايح له بقى. تمام. ده كلام مظبوط يا دكتور ايمن. العيب هنا هو موستلي معظمها بتبقى جينيتكس، عيوب جينيه. اول حاجه بيبقى في عندنا بريماتيور اتريزيا اوف فوليكلز، اتروفي الفوليكلز، يعني احنا البويضه بيحصل ضمور في البويضه بدري. دي حاجه تبع الجينات، ما حدش عارف يعمل لها حاجه، يعني البويضه بتاع السيده ديك المفروض بتبدا تنضج، لا بيحصل ضمور فيها، خلاص دي جينيتكس مش هنعرف نعمل لها حاجه. في عندنا برضو ابنورمال ديفلوبمنت وماتيوريشن للفوليكل، يعني البويضه ما بتيجي تبدا تنمو وتنضج ما بتنضجش مظبوط وما بتنموش النمو الطبيعي بتاعها، ده عيب في برضو في البويضه وفي المبيض، دي حاجه ترو وموجوده ما اقدرش اعمل لها حاجه. ساعات بيبقى في ابنورمالتيز في السيلز اللي هي جرانيولوزا سيلز، الخلايا اللي بتبقى محوطه البويضه ديك في المبيض بتبقى عامل مساعد معاها، سواء المستقبلات اللي فيها، سواء الاتصال اللي هي بيعمل كونكشن للبويضه بالوول بتاعها، اللي هو بيوصل البويضه بالجدار بتاعها. دي كلها عوامل متفاعله مع بعضها. لو الخلايا دي فيها عيب برضه هيؤدي للمشكله ديك، وممكن يكون الخلايا دي نفسها الريسبتورز اللي فيها، المستقبلات اللي فيها اللي بتستقبل اتش سي جي ديك مش موجوده برضه، خلاص يبقى احنا وصل وكل حاجه، بس للاسف ما فيش استجابه. لا، العيب في الفيشه بقى، انا كهرباء موجوده بس للاسف، وبحط الفيشه بتاع في الكوبس، فيشه سليمه بحطها في الكوبس، كوبس فيه مشكله ما بيخشش، ما بيوصلش فيه. ما بيوصلش، اسمها اند اورجان انريسبونسيفنس، صح كده؟ كلام تمام. تمام مظبوط. وممكن يكون عندنا احنا المفروض البويضه ديك موجوده في الحويصله، المفروض بنوصل لمرحله اللي هي نسحب البويضه بتبقى ماسكه في بستوك، يعني ايه؟ في حته جزء كده ماسك البويضه في جدار الحويصله، المفروض بنيجي نسحب بتتشفط وبتطلع معانا، لكن للاسف ساعات بيبقى الكونكشن ده جامد جدا ما ينفعش يتفك، فبالتالي نسحب ونغسل ونحقن سوائل وبتاع ما بتطلعش برضه خالص، ده سبب من الاسباب. نيجي بقى في سببين تانيين دخلوهم برضه من ضمن الاسباب، الاوبيزيتي، السمنه. قالوا ان السمنه دي ممكن تكون سبب كبير برضه في حالات اللي هي الترو، في حالات البويضات الفارغه الحقيقي السمنه، وقالوا الاندوميتريوزس البطاله المهاجره ممكن تبقى سبب في حالات برضه البويضات الفارغه الحقيقي. البطاله المهاجره؟ قالوا برضو الكلام ده، الكلام العلمي اللي هو موجود بقى على مستوى العالم كله، قالوا ان ليها دخل. واخر حاجه برضو قالوا دكتور ايمن ان البور اوفيريان ريزيرف اللي هو المخزون المبيض القليل ده من الحاجات اللي هي تؤدي لترو امتي فوليكل سندروم اللي هو الحقيقي. عشان كده الاوفيريان ريزيرف ده بيبان ان احنا نعمل اف اتش اتش، بنعمل اي 2، بنعمل بروجسترون اللي هو الهرمونز برضو ممكن يبان فيها. عشان كده العيانين برضو ما يزعلوش اما الدكتور بيطلب منهم تحاليل قبل سحب البويضات عشان يطمن هو اما هيسحب هيلاقي الدنيا كويسه. ده على الاي 2 ده المفروض ان هو بيبقى من 800 لغايه 1500 بيكو جرام برميلي. ده اللي هي النسبه الطبيعيه، ما بنلاقيه قليل بنقول للعيان ديك قبل ما نسحب بلاش نسحب الشهر ده ونكنسل السايكل، لان ايه؟ احتماليه كبيره جدا مش هيطلع فيها بويضات. فدي بالنسبه للاسباب سواء الحقيقي او الفولس الامتي فوليكل سيندروم الكاذب. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور محمد فرج الشربيني، استاذ امراض النساء والتوليد وتاخر الانجاب بكليه الطب، استشاري الحقل المجاري وعلاج تاخر الانجاب وجراحات المناظير والتجميل النسائي، العضو المشارك بكليه الملكيه للاطباء النساء والتوليد بانجلترا، كان ضيفي في واحده من حلقاتنا. في الدكتور نورت دكتور. شكرا دكتور ايمن، خليكم مع دكتور.